تراجعت الإيرادات العامة للدولة خلال يناير أكتوبر من العام الجاري إلى 32% مقارنة بالعام الماضي جراء تراجع النشاط الاقتصادي بكل القطاعات بسبب الحصار والعدوان. أكد الوكيل المساعد لقطاع الإحصاء والمتابعة بوزارة المالية أحمد حجر أن الاحتياطي العام لا زال عند الخط الآمن بفضل السياسات التي انتهجها البنك المركزي والمالية، وأشار إلى أن المالية لا زالت عند مستوى القدرة المالية على الإبقاء بصرف الرواتب والأجور، إلى جانب توفير النفقات الضرورية لتسيير جهاز الحكومة الذي يعمل فيه ما يقارب 22% من قوة العمل. استهدف طيران العدو السعودي الغاشم سوقا لبيع الأسماك في محافظة الحديدة، وقال مصدر محلي إن طيران العدو استهدف سوق التحيتاء القديم للأسماك بعدد من الغارات خلفت أضرار مادية كبيرة في المحال التجارية والثلاجات التابعة للصيادين والتجار. هبطت أسعار النفط الخام اليوم، حيث بلغ سعر الخام الأمريكي 39 دولارا و58 سنتا للبرميل بتراجع 39 سنتا، ونزل سعر خام برنت 16 سنتا إلى 42 دولارا و84 سنتا للبرميل. توقعت رابطة صناعة السيارات الصينية أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية إلى ما يتراوح بين 120 ألفا و150 ألفا هذا العام، متعدية الولايات المتحدة، لتصبح الأولى على مستوى العالم. وقالت شو يان هو نائبة مدير عام الرابطة خلال مؤتمر صناعي إن مبيعات السيارات الكهربائية في العالم ستصل إلى 600 ألف، ومن المتوقع أن يصل العدد في السوق الأمريكية إلى 180 ألفا.